رجعنا مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد ونصر 6 أكتوبر الأعياد العزة والكرامة. طبعا هو يوم النصر ويوم الكرامة للمصريين والعرب. في الكثير من الأسرار والمعلومات محدش يعرفها أبدا إلا اللي كانوا موجودين في المعسكرات أو داخل المعسكرات في الحرب. من ضمن الناس اللي كانوا موجودة هناك معانا الأستاذ عبده مباشر، هو المراسل الحربي وقت الحرب وهو حاليا كاتب. صباح الخير يا فندم. أهلا. صباح الخير. أهلا بيك. مشرفنا يا فندم ومنورنا ونفسنا كلنا نعرف يعني ايه مراسل حرب. مراسل حربي هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. لما بتحصل عمليات نعم بيطلع بيان عسكري، قامت قواتنا باقتحام قناة السويس واكتساح خط بارليف وتحقيق انتصار على العدو. عظيم. ده البيان العسكري اللي بيروح للناس. عظيم. ده لو انت مشاهد او مستمع ده يشفي غليلك، ده يقدم لك المعلومة اللي انت بتدور عليها عن الوالد او الاخ او الابن. لا. ده يوفر لك الخلفية. نعم. ازاي تم الاعداد للحرب والتخطيط والتدريب. أي. لغاية ما وصلنا لمرحلة ان احنا نقتحم القناة ونحقق انتصار شرق القناة. بالتأكيد. لا طبعا. لا. فالبيان العسكري مجرد عدد محدود من الكلمات لا يروي غمض. عظيم. هنا يجي بقى دور المراسل الحربي. يكسل عظام لحما، يدي الناس اللي هم بيتطلعوا الى معرفته. وهنا بيجي الفرق ما بين مراسل ومراسل. عظيم. وما بين ميدان حرب وميدان حرب. معايا حضرتك؟ نعم. فالمراسل الحربي هو اللي بيقدم المعلومة الطازجة للرأي العام، لأن الرأي العام مهتم ليه؟ لأن ده جيشه وده نعم. بلده ودول ولاده ودول ناسه. فلازم يعرف الحقائق فين. كويس. إنما البيان لا وبعدين في هنا برضو بيحضرني معلومة لازم الناس تعرفها. تفضل. إن البيان العسكري مجرد قصة قصيرة كاذبة. بمعنى؟ بمعنى أنا مسؤول عن كتابة بيان عسكري عن العمليات اللي تمت يوم 6 أكتوبر. تمام. فهل هقول اللي جرى بالظبط بالمعلومات عشان أدي معلومة صحيحة ومباشرة للعدو؟ تمام. لا، مفيش حد بيقع في الكمين ده، في الخطأ ده. فلازم اللي بيكتب البيان العسكري يبقى كذاب بدرجة متألق. يعني ما يكفيش يكون كذاب سطحي أو كذاب محترف، لازم يبقى كذاب متألق، لأنه بيخاطب جهتين متناقضتين. عظيم. رأي عام في بلده بيبحث عن الحقيقة وعدو بينتظر هذه الحقيقة. نعم. فلازم لما يقول الكذبة لازم تاخد شكل الحقيقة للرأي العام وتبقى مضللة للعدو. فلازم يكون اللي بيكتب البيان العسكري كذاب بدرجة متألق. حلو قوي المعلومة دي. كويس. يجي بقى المراسل الحربي. آه. المراسل الحربي برضو ما هو مش هيقدم المعلومة اللي يستفيد منها العدو. عظيم. فلازم يبقى عارف حدوده وحدود المعلومات اللي بيتكلم في إطارها. ولا يخرج عن هذا الإطار حتى لا يقدم خدمة مجانية لعدو بلده اللي بيحاربه دلوقتي. وانت بتعرفش قيمة المعلومة في الحرب ايه. طبعا. ده المعلومة دي العدو بيدفع تمن العشرات من البشر بيدفع حياتهم تمن عشان يحصلوا على معلومة واحدة طازجة. نعم. فهنا البيان العسكري لازم يكون كده نمرة اتنين ومختصر شديد ومختصر. تمام. نمرة اتنين يجي دور المراسل الحربي علشان يحل اللغز الخاص بتاع البيان العسكري الخاص بشعبه. إنما هو بيحل اللغز لازم يكون على قدر من الوعي عشان يقدم المطلوب للآباء والأمهات والأشقاء دون أن يقع في الخطأ. عظيم. المحكمة اتنورت؟ تمام جدا. نورت جدا. الحمد لله. ومعلومة حلوة جدا حضرتك انها عرفناها. يعني كمان حضرتك تقريبا بتشتغل مراسل حربي او اشتغلت المهنة دي مراسل حربي من كام سنة قد ايه؟ من كام سنة؟
وعايز اعرف يومك وقت المعركه كان بيبدا ازاي وبيبقى عامل ازاي. لا حضرتك نبدا باليوم. تمام. هو اثناء الحرب في توقيتات الحرب مش عارف. الحرب هو احنا بنحارب من الساعه 6 الصبح للساعة 5 العصر بعدين نروح ونوقف الحرب لغاية لما تشرق الشمس تاني يوم. لا صح لا. مزبوط. لا الحرب شغالة على مدار 24 ساعة على مدار فترة العمليات. نعم. الحرب لا تتوقف. نعم. وأحيانا المقاتل بيقاتل لمدة 72 ساعة. نعم. دون لحظة نوم. وهكذا المراسل الحربي محتمل يقعد في الميدان صاحي لأيام متواصلة. عظيم. يعني أنا أذكر في حرب الاستنزاف أنا كنت متطوع بالصفة المدنية في قوات الكوماندوس اللي هي بتعمل حمليات خلف خطوط العدو. كويس أوي. فكنت بطلع حارب مع المجموعة 39 قتال. فعشان نحارب نعمل عملية بنروح قبل العملية بوقت في منطقة نقعد عشان ما نتصلش بحد ويبدأ عملية التلقين والإعداد، وبعدين نتنقل للمكان اللي هنعدي فيه القناة أو خليج السويس. فلما بنروح المنطقة بنبقى كل ده صحيين، يعني بياخدونا قبل منها بليلة، وبعدين لما بنتنقل بنقعد ليلة تانية في منتصف الليل أو قبل منتصف الليل. كويس. بنعدي بقارب بطيارة هليكوبتر بجمل. تمام. بأيا كان وسيلة. تمام. العبور. نعم. وبعدين نعمل العملية ونرجع. كل دي فترة يقظة. لما بيرجعوا بقى المقاتلين يقدموا التقرير للقيادات المسؤولة، وانا اروح الاهرام اكتب. وبعد ما اروح الاهرام اكتب اروح المخابرات الحربية اجيب التصديق على اللي انا كتبته. فانا في الفترة دي رغم انها حرب استنزاف مش معركة هجومية واسعة النطاق ضد العدو، فعملية صغيرة في حرب الاستنزاف كنت بقعد لها 3 ايام صاحي على مدار الساعة. استاذي العزيز معلش انا في حاجة هنا ايه وقعت منها. أه. احنا اتنقلنا لمرحلة تانية سريعا بس في نقطة في النص احنا مش فاهمها. بعد اذنك يعني. ونوضحها برضو المشاهدين. احنا فهمنا موضوع البيان. فهمنا دور المراسل الحربي ان هو يوضح. انت بتعمل ايه في الميدان؟ انت قاعد بتتفرج عشان تكتب ولا قاعد بتحارب معاهم وفي نفس الوقت تاخد معلومات يعني، وبناء عليه بعد ما بتروح بترجع بقى تكتب عشان زي ما قلت حضرتك ال المعلومات اللي انت بتاخد موافقه من المخابرات وموافقه كذا عشان نعمل ايه برضو؟ يعني حضرتك جوه الميدان بتعمل ايه بالظبط؟ انت بتطلع مسرح العمليات. ايوه. بتختار في 5 فرق مشاه شرق القناه. تمام. هفترض ان انا قررت يوم 7 اكتوبر اطلع قطاع الفرقه 18 المشاه اللي هو في شمال القناه اللي هو حر الانطره. عظيم. بروح الفرقة 18. تمام. تمام؟ آه. ببدأ أدور على رئيس العمليات وأبدأ أدور على القائد وأبدأ أدور على رئيس الأركان. عظيم. اللي يكون عنده 5 دقايق وقت أو دقيقتين وقت بقعد معاه. عظيم. إيه اللي حصل امبارح وإيه اللي حصل النهاردة وإيه اللي أنت بتتوقعه. حلو قوي. وانتشار العدو فين وتركيزه على إيه. نعم. أبدأ أجمع معلومات. كويس قوي. أنا بقى يمكن لا مش بتكلم عني طبعا، المراسل الحربي ده طموح اكتر وعاوز ينجح بشكل اكبر، يقوم يطلب يروح الحد الامامي للفرقه. عظيم. الحد الامامي اللي هو الخط المواجهه. ايوه. مع قوات العدو. تمام. يقوم يوصل هناك للحد الامامي سواء يديله دقاقه اللي هي دبابه اللي بتفجر او يديله وسيله مواصلات توصله للحد الامامي. الوصول للحد الامامي بيحمل قدر كبير من المخاطر. حلو قوي. لما بيوصل للحد الامامي بيلاقي ناس متوهجين. في الفتره بتاعت اكتوبر كان كلهم متوهجين بالانتصار وبالفخر. كويس قوي. فانت بتقعد مع ناس متوهجه. نعم. كل واحد عاوز يوصل بصوته ومعلوماته للراي العام. فبتقعد. انا مش هقول المقاتل علي عبد الرحمن منصور من المنصوره. نعم. لا هقول علي. مجرد ان انا اقول علي من الفرقة 18 من الحد الامامي يمكن اهله يستنتجوا ان هو ده علي اللي انا بتكلم عليه. حلو قوي. فهنا انا بعمل مجموعة مستويات في العمل. القادة بيقولوا ايه اللي بيجري على المسرح،
ايه المعارك الدائرة؟ بوصل الحد الامامي عشان الناس تشوف ان الاعلام بتاع بلدها مهتم بيهم وممكن ينقل اسمه او عمله بشكل مباشر او غير مباشر للرأي العام. عظيم. فهي عملية بتجري على مجموعة مستويات. حلو قوي. انا ما نيش في حاجة ان انا ارجع للقاهرة كل يوم عشان اكتب. في وسائل اتصال طبعا ما كانش قبلها في انترنت ولا ايميل ولا الكلام الحلو ده. تمام. فممكن يكون معايا ايوه سواء ابعته بالماده المكتوبه نعم للقاهره ويبقى يرجع تاني. لو انا وثيق الصله بالقاده نعم ممكن يسمحوا لي احيانا باستخدام وسائل الاتصال بتاعتهم.